السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا حبيبي هنعمل مع بعض في مطبخ ريمي الفراخ البانيه مع مكرونة حمراء بالصوص الأحمر. هنعمل طريقة البانيه إن شاء الله كلنا بنعرف نعملها، بس أنا هعملها النهاردة بطريقتي أنا وبتركاتي أنا، وأتمنى إن شاء الله تعجبكم الطريقة. أنا معايا صدور فراخ بانيه متقطعة بانيه، معايا البهارات التوابل بتاعتي عبارة عن إيه، عبارة عن ملح وفلفل وكاري وبابريكا وحبهان مطحون وروزماري مطحون وكركم، ومعايا مستردة هستعمل منها معلقة صغيرة، معايا معلقة خل صغيرة، ومعايا عصير مية بصل مش تفل بصل ونص ليمونة. انا مش هتبل البانيه اكتر من كده. تعالوا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم هنتبله ازاي مع بعض. هنزل اول حاجة كده معايا بمية البصل بتاعتي، انا بحب الايه شرايح البانيه تبقى نضيفة مفيهاش فتافيت بصل ولا تفل بصل خالص. هنزل بمعلقة الخل الصغيرة، معايا هنا مع ليمونة عصير ليمون نص ليمونة، ومعايا البهارات اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض، ومعايا مستردة هحط معلقة صغيرة مش كتير بس كده، وهقلب كل التتبيلة ديت. ديت التتبيلة بتاعتي اللي هسقط فيها شرايح البانيه بتاعي. تعالوا بقى نشوفوا كده شرايح البانيه بتاعتنا، سقطها في التتبيلة التحفة دي كده. البانيه بتاعي اتبل وبقى جميل خالص. انا هسيب البانيه بقى في التتبيلة ديت ساعتين، ممكن تبيتيه قبلها بليلة برضو هيبقى جميل. تمام كده شرايح البانيه تحت اهي، وهسيبها في التتبيله منقوعه في التتبيله ديت ساعتين كاملين قبل ما اشتغل واعمل لها الطبقه الكريسبي بتاعتها. تمام حبايبي، هغطيها دلوقتي واسيبها تتنقع كويس او تشرب من التتبيله بتاعتها حلو قوي، وكل حته فيها توصل لها. ونرجع ان شاء الله بعد ساعتين نشوف هنكمل طريقتنا مع بعض ازاي، تابعوني. بصوا يا حبايبي انا معايا الفراخ اهي سبتها ساعتين في التتبيله بتاعتها البانيه بتاعي، تعالوا تشوفوا هنكمله ازاي. انا بحضر له الطبقه الكريسبي بتاعته. انا عندي هنا الطبق الكريسبي دي عباره عن ايه، دي عباره عن دقيق عليها فيجيتار عليها بقسماط كريسبي معاها ملح وفلفل وبهار وتوابل كاري وكركم وبابريكا وحبهان وروزماري. دي خلطه بقلبها على بعض كده. طبعا ممكن تعملي في البقسماط او تجيبي بقسماط او عيش وتنشفيه وتعمليه بالطريقه دي، تطحنيه وتحطي له البهارات والتوابل دي ويبقى بنفس الطريقه. بس دي خلطه البانيه بتاعتي الخاصه بيا. ومعايا هنا دقيق للطبقه الاولى خالص، ومعايا بيضتين هنا حط عليهم ملح وفلفل وهضربهم مع بعض دلوقتي، ومعايا رشه زيت، ومعايا هنا بقى سر البانيه بتاعي الجبنه الرومي. هنحطه ازاي جبنه رومي هنشوفه دلوقتي كلنا كل حاجه مع بعض ان شاء الله. اول حاجه انا هحضرها مع بعض نعمل ايه، انا عشان كمان يعني بتوفيرا للوقت والمجهود وكل حاجه بجيب كيس تلاجة نضيف خالص كده وبفتحه. دي طريقة حلوة برضو وتخلي ما تلاقيش مثلا مواعين في الاخر كتير قوي. هفتح الكيس يا حبايبي كده اهوت من جنب واحد، يعني مش هفتحه من الجهتين كده بالظبط، وهفتح من هنا ممكن بمقص برضو عشان ما تعوريش نفسك. وبقى عندي كيس مسلود بس ده كده هحط عليه مثلا الدقيق، واحد تاني هعمله للبقسماط. هفتح كمان واحد عشان تتبيله الكريسب،
وبالشكل ده هتبل فيها الفراخ. هتشوفوا هتبقى التتبيله سهله جدا فيها جدا، انا بعملها كده على طول. وفي نفس الوقت اول ما بتخلصي خلاص مفيش مواعين، مفيش مواعين خالص. ده حلو قوي الطريقه دي وسهله قوي، هتشوفيها هتريحك ازاي في التتبيله جدا. وبقى عندي الكيس التاني اهو. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه عندي الكيس الاولاني هفضي فيه التتبيله الكريسبي بتاعتي، جزء منها طبعا مش كلها عشان ايه اخلي جزء منها كده، وهقلب على الكريسبي البانيه الجبنه الرومي كده اهو. فالجبنه الرومي دي هتبقى في التتبيله الكريسبي، هتشوفوا شكلها تحفه في البانيه، وهتخلي لون البانيه تحفه وطعم البانيه يجنن كده. ديت كده الخلطه الكريسبي بتاعتي في كيسه اهي وجاهزه للشغل عليها على طول. تمام، معايا هنا الكيس الثاني هيبقى جنبي برده، وفي هنا الدقيق بتاعي تمام كده، وده برده، ويعني معايا هنا في النص هنا البيض بتاعي، وهحط له هخفه بس بنقطة زيت بحبة لبن شوية مية وأقلب خليطه كده. أعتقد كده مفيش أي حاجة صعبة خالص، يعني أسهل ما يكون وأقل المواعين كمان اللي بتطلع مواعين كتير قوي. بصوا خلاص كده تمام. هنعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اول حاجة بعملها في البانيه، معايا شرايح البانيه، باخد شريحة واحدة ابدرها الاول بالدقيق. طبعا كلنا عارفين مراحل البانيه، اول حاجة مرحلة الدقيق. بصوا نزلت الشريحة بتاعتي في الدقيق اهي، شوفوا الكيس هيساعدني قد ايه بقى. بقدر هالي وبطلعها انا، بصوا ببدرها زي ما انا عايزه في دقيقة. خدتها طبقه البانيه، شوفوا بالكيس سهل، او طبعا طبق مش هتنفع تعمل فيه كده. هعمل ايه المرحله الثانيه؟ هنزل على خليط البيض بتاعي تمام، شوفوا هسقطها في البيض تمام كده. طيب بعد البيض هنخش على مرحلة الطبقة الكريسب، هصفي كويس من البيض وهخش على الكريسب وأبدرها برضو بنفس الطريقة، وأضغط كده بقى وحاطه بالفكره في في الخلطه الكريسبي دي نشا تمام، حاطه فيها نشا، شايفين شكلها دي الشريحه، دي الشريحه الكريسبي بتاعتي. هشيلها هجيب الصينيه وهسيبها. تعالي نعمل واحده تانيه مع بعض. اول حاجه هاخد شريحه عالدقيق وهقلبها وبدلها بالدقيق، واطلعها من الدقيق احطها في البيض. طيب كلنا عارفين المراحل وسهله جدا وبطريقه مبسطه جدا واكله خفيفه وجميله ومحبوبه، بس انا قلت تشوفوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم.
هطلعها من البيض واصفيها كويس من البيض واروح الطبقه الكريسبي بتاعتي لخليط الكريسبي اللي انا عاملاه، وهقلب في نفس الطريقه واضغط وادي شريحه البانيه بتاعتي جميله جدا جدا. حطها كده. هخلص كل الكميه اللي معايا. هعمل ايه بعد كده؟ هتخش التلاجة، لازم تريحي اما في التلاجة شوية اما في الفريزر، لازم تاخد ترجيحة شوية في التلاجة او الفريزر شوية. تمام، هريحها في التلاجة او الفريزر اقل حاجة نص ساعة، ونرجع مع بعض ان شاء الله نقلي الكمية كلها ونشوف شكلها عامل ازاي مع بعض. بصوا يا حبايبي، هقلي دلوقتي البانيه بتاعي، ريحته في الفريزر نص ساعة، هطلعه اقليه دلوقتي. هوت معايا زيت هنا سخنته. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا شوفوا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حط كمان شريحة، تتبيلته حلوة جميلة، وان شاء الله هتعجبكم اول الطريقة بتاعتي في البانيه، حلوة قوي. البانيه ما بيتقلبش كل شوية، يعني البانيه ما بيتقلبش وكمان بيستوي بسرعة، يعني احنا عارفين دي شرايط مش هتاخد معانا وقت خالص تكون مستويه، بس ما ينفعش اقلبه على الوش ده حبه والوش ده حبه وارجع اقلبه كده، هبهدل طبقه الكريسب بتاعته. انا هسيبه من تحت ياخد اللون وبعدين اقلبه وياخد اللون من على الوش الثاني. تابعوني وهنقلبه مع بعض. تعالوا يا حبيبي نقلبه كده. انا خلاص انا شايفه كده من تحت استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. منها جميل الفكره، الجبنه الرومي فيها رائعه، الكريمي وريحه البانيه تحفه، التتبيله مش الثقيله البهارات الكتير، لا تتبيله خفيفه ونظيفه قوي، التتبيله هتعجبكم جدا جدا. تعالوا ننزل قطعه كمان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهستنى برضو يكمل على الوش الثاني تاخد اللون واطلعه مع بعض ان شاء الله برضو. بصوا يا حبايبي، هقلب القطعة اللي هنا دي كمان كده اهي، وهبتدي اطلع الفراخ بتاعتي. شوفوا اللون، شوفوا حلو قوي قوي، على هطلع على ورق مناديل. شوفوا جمال البانيه، تحفة تحفة بجد. شوفوا لونه تحفة، جميل مقرمش قوي، تحفة تحفة تحفة. هكمل آلية الفراخ بتاعتي كلها بنفس الطريقة ونرجع نقدمها مع بعض في البانيه بتاعتنا. ودي يا حبايبي كان البانيه بتاعنا، عملناه مع بعض بطريقة سهلة وجميلة قوي، وبقدم انا على طول جنبه المكرونة بالصوص الأحمر، بتبقى جميلة جدا. طبعا تقدر تعملها سندوتشات تبقى لذيذة برضو. شوفوا شكله مقرمش وجميل وكريسبي وريحته تحفة. تعالوا نشوفوا قطعة مع بعض برضو، رغم ان احنا ان شاء الله عارفين ان البانيه ما بياخدش سوى، يعني بيستوي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا مقرمشه خالص خالص، شوفوا قرمشه وشكل تحفه. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بصوا شايفين البانيه، شايفين قطعه الفراخ فيها، شايفين تحفه ازاي ومستويه وجميله والطبق مقرمشة وتحفة وكل حاجة حلوة قوي. اتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي في الفراخ البانيه، ان شاء الله هتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتعملوا لي، ومش هتبخلوا اكيد عليا باللايك. واتمنى لو اول مرة تزوروا قناتي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير، الى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.